تور في سيتي هارت. دونك احنا اللي عملنا لا بروميير تابلت تونسيه. في الليكيب معنا قيس اللازمي، باز العباس، وسام محي. دونك وسام قيس له تسكي تكنيك، معز له تسكي سوفتي ابليكاسيون، وسام له تسكي ريسيرش ديفلوبمون. دونك وين ديريكتور وين قريت شهاب؟ قريت في لينيس فلاكس. لينيس فلاكس بعد عملت ماستر برو في فرنسا، وبعد ذلك خدمت. وكا كرياسيون دونتربريز. وجينا زملائك وين قراو؟ كيف أسامة في لينيس فلاكس، مواز في فاك دو سيونس تونس، وقيس في سنتر ساكيت الزيت. كان توضح لنا شوية الكاركتيرستيك نتاع التابلت التكتيل نتاعك. شنو فيها انبوت اوتبوت بون فير سامبل ديجا قبل كل شيء اكوا ساسير خاطر فما برشا عباد ما تعرفش معناتها تاك التابلت التكتيل اكوا ساسير هي كيل اورديناتور ايوا كيل اورديناتور نستعمل كيل اورديناتور مي الفرق ما بينها وبين اورديناتور هي لو دوسي على وقت تنزل على الابليكاسيون تخرج لك الابليكاسيون اللي حاجتك بها فهمتني دونك سي سا لا ديفيرونس بينها وبين اورديناتور من ناحية لي كاركتيرستيك ديالي دونك عندك ان اكران 9.7 بوص عندك دو كاميرا عندك كونيكتيفيتي عندك يو اس بي عندك ميكرو اس دي عندك اتش دي ام اي وعندك ميني يو اس بي دونك تابلت الاولى اسمها هارت اللي هي تابلت تي 216 واي فاي اللي هي برمجة 45 دينار وعندنا احنا في سيب سفيرس عملنا اللونسمون تاع تي 206 كوازي اللي هي 649 دينار دونك تحط فيها الفيوز ديريكتومون وتكونكت وقتاش الفكره بدات بالضبط؟ الفكره بدات عام ناول في 2011 دونك براتيكمون ما نعرفش نقول لك اسكو في مارس ولا في فيفري ولا دونك ابوبخي ديبي 2011 دونك الفكره بدات ومن الفكره هذيك اول بروتوتيب خرج هو في ديسمبر 2011 دونك باغ كونتخ الكوميرسياليزاسيون الاندستريالزاسيون تاع البرودوي صارت مثلا برشا في 5 مارس 2012 وقت عملنا الكوميرسياليزاسيون تاع البرودوي تي 216 فيرسيون كوميرسيال بديتو بدو بروتوتيب بدينا بدو بروتوتيب في سيب تونس صحيح دونك اون فيت حابين نكونوا موجودين في سيب تونس باش نعرفوا بالبرودوي تاعنا ونعرفوا بال تي 216 دونك مشينا لسيب تونس بدو بروتوتيب باش نكونوا موجودين شنو الصعوبة اللي لقيتوها في لي دو بروتوتيب؟ والله الصعوبة سي فريمون دو لي فير معناتها دونك من ناحية فينانسيارمون تكنيكمون نوعا ما دونك فوالا دونك هذيك الصعوبات باغ كونتخ من الناحية الأخرى الصعوبات زادة اللي احنا باش نشاركوا باش نعرفوا بالبرودوي بتاعنا حتى لازم نكونوا معروفين حتى الكومينيكاسيون عندها أهمية كبيرة في وسط برودوي اندستريال المعمل بتاعك في صفاقس في الغربة بالضبط صحيح وضح لنا شويه شنو اللي تصنعوه شنو اللي تجيبوه من برا حاضر والله فما حوايج فما دي كومبوزون نجيبو من برا فما دي كومبوزون نصنعو في تونس ابخي بور لو سيكري اندستريال نتاع الشركه ما نجموش نقولو بالضبط هذه من جاي وهذه من جاي سينو عندنا دي كونكورون عندنا حوايج هكاك دونك باغ كونتخ عندنا دي سال بلونش في الغرابه اللي هي سال بلونش اللي تعرفو معناتها معناتها لازم نعمل انفيرمون من غير غبره حتى الميكرو الكتروني سون بوسيبل دونك فابريكاسيون تاعها الكل تخرج في الغرابة تصنع في الغرابة بعد ذلك نخرجوهم لي روفوندور نتاعنا خاطر احنا نسوم دي فابريكون سي با دو لافونديال اوكي دونك لو مونتاج الكترونيك سي 100% تونيزيان لو مونتاج الكترونيك سي 100% تونيزيان علاش حليتو في الغرابة؟ علاش ما مشيتوش تونس؟ علاش حلينا في الغرابة؟ خاطر أول حاجة احنا اوريجينير من سلاكس معناتها دونك سي نورمال سي ايفيدون اللي احنا مش نستقلو في سلاكس علاش في الغرابة بالذات على خاطر سي دي كوستيون بلوس فينونسيير معناتها خاطر ثما زون ديفلوبمون ريجيونال اي فوالا الغرابة اللي هي زون ديفلوبمون ريجيونال دونك يساعدنا اون فادير من ناحية لي تاكس نكونوا في الغرابة كو بلاصة واحدة أخرى مي حاولنا اون فيت نكونوا أقرب بلاصة لسلاكس افيك دي زافونتاج فيسكو قداش تخدموا تو؟ احنا تو عندنا احنا الكل 12 بيرسون شنو الفرق بين تي 216 نتاعكم والايباد؟ الفرق بين التي 216 والايباد هي الكونيكتيفيتي احنا عندنا يو اس بي عندنا ميكرو اس دي
عندنا اس دي مي كونيكتي ديريكتومون بالفلزه دونك هي فريمون لا كونيكتيفيتي باتيريك احنا هنا دوبل كاميرا سبونسون ما عندنا كيف دونك ابري سي اكي ام بروسيسور يمكن بروسيسور اخر شويه يمكن نحكي ستوكاج دونك فوالا من ناحيه الفلوس نعم من ناحيه الفلوس من ناحيه الفلوس اوني ودي من على الساعه اونتر 50 و 60 و 40 اونتر 40 و 50% موان شير ك لايف اوكي احنا اليوم 499 على الساعه بعد اقل سوبر وحاجه افونتاج اللي هو صنع تونسي معناتها هذاك الافونتاج والسيرفيس ابري فون في تونس واحنا اون غارونتي لو برودوي عامين اللي هو ايباد ما غارونتي ان شاء الله الرساله نتاعك جماعه البروجي فان ديتيت في اي فاكولتي بالنسبه للي بروجي فان ديتيت نقول ربي معاكم ديجا خاطر سي ان بروجي فان ديتيت دونك سي ان بروجي بيرسونيل قبل كل شيء البروجي بيرسونيل هذاك هو اللي فريمون نوعا ما باش يخلي يوري العبد فريمون شنو ينجم يعمل دونك بالعكس لازم كيلكو سوا صعوبات الناس الكل تلقى في صعوبات كيلكو سوا الدومين نتاعهم كيلكو سوا هما موجودين دونك يشدوا صحيح يخدموا ارواحهم دونك هذيك اهم حاجه تشجعهم باش يحلوا عن ستارت اب ان شاء الله ان شاء الله بيان سيغ بالعكس لازم روح المبادره لا فولونتي فوالا شويه فولونتي وراهو ما ثم شيء صعيب راهو تسهلت صعاب تسهلت سهل باردون صعبت صعاب هاي عايشك ربي عينك عايشك